الحديث اكو ان المؤمن اذا كان يدعو في ايام الرخاء فدعا في ايام الشده يقال هذا صوت معروف مثل واحد عندكم صداقه ويا كل ليله تروحون الى بيته الى ديوانيته ليله من الليالي صارت عندكم مشكله تروحون عنده معقول اما واحد لا يعرفكم لا يجي عندكم بس ما صارت المشكله يجي يدق ابوابكم هذا قضيه واقفه حقيقه وصدق يعبر عن نوع من الصلاه واحد ينسى الله يغفل عن الله عندما تصير مشكله تقول يا الله وقبل وين الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الذي هو ولي نعمتنا يعني الله جعله ولي النعمه. بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الارض والسماء. كل نفس نتنفسه ببركته يجب ان نذكره. اكو في دعاء في اكمال الدين للصدوق في كتاب اكمال الدين. من جملة فقرات الأدعية ولا تنسنا ذكره لا ننسى ذكره يعني دائم هذا الذكر قطعا إلى بركة واحد أصلا ما يذكر الإمام المهدي ما يتوجه إلى واحد عندما يفتح عينه أول الصباح يرى أن بقاءه ببركة الإمام المهدي يعني الله جعل ذلك كما أن بقاءنا من الناحية المادية ببركة الشمس إذا الشمس ما كانت إحنا ما كنا ما كنا نتمكن نعيش هذا المثال المتواضع أو الجاذبية إذا ما كانت يمكن في لحظة كلنا كنا نفنى باصطدام الكواكب بعضها بالبعض الآخر أول ما يفتح عينه يرى أن بقائه ببركه الامام المهدي عندما يريد ان يخرج من بيته يتذكر الامام شايفين الجواهر جواهر الكلام لصاحب الجواهر بعض الاماكن اول ما يبدا يا معين اعني التوجه الى الله واحد اصلا مو متوجه الى الله تعالى واحد او اول خطوه يلتفت إليها ويتوجه إليها أن الله هو المعين أنه هذا مو مني هذا من الله تعالى ماكو فرق بين الاثنين أكو واحد كل يوم جمعة عصرا يذهب ويناجي الإمام ويتوسل بالإمام ويدعو للإمام واحد أصلا غافل عن ذلك هل يستوي معقول قطعا البركات التي يفيضها الامام باذن الله سبحانه وتعالى على هذا اكثر